الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على حبيبنا ونبينا محمد. أما بعد، جامعة الدمام، عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد، وكلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع، وكالة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد، مادة النظام الاجتماعي في الإسلام، معكم الدكتور صالح بن سليمان الضلعان. سنناقش بإذن الله في هذه المحاضرة أهم المشكلات الاجتماعية وسبل الوقاية منها وعلاجها. وقبل ذلك، يعني تذكرنا في محاضرتين يعني سبقت أو المحاضرات السابقة بعض المواضيع المتعلقة بأسباب تقوية الروابط الاجتماعية، وذكرنا من أسباب تقوية الروابط الاجتماعية أن الله عز وجل شرع لنا صلاة الجماعة والجمعة والعيدين والجنازة، وذكرنا أن هذه العبادات تساعد وتعين على تقوية الروابط الاجتماعية بين أبناء المجتمع، وأيضا صلاة الجمعة وصلاة العيدين وصلاة الجنازة كلها يعني مما تساعد المسلم على تقوية الروابط الاجتماعية. ومن الأمور التي ذكرناها والتي تساعد على تقوية الروابط الاجتماعية كذلك بر الوالدين، هي واجبات اجتماعية خاصة، ولكن بر الوالدين وطاعتهما كما قال الله عز وجل: قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. يعني حتى أن ذكرنا أن المباح ينقلب إلى واجب إذا أمر به أحد الوالدين، وهو مثلا السفر، حكمه السفر مثلا لبلد مجاور، هذا مباح للنزهة، سفر إلى بلد خليجي مثلا أو سفر إلى بلد عربي أو إسلامي، هذا مباح في أصله وخاصة للنزهة، ولكن يعني قد ينقلب إلى واجب إذا كان في أمر من أحد الوالدين لشيء معين، الاتيان به أو الذهاب بهما أو غير من ذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل قال: تركت أبوي يبكيان، قال: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتما. مع أنه هذا الرجل ذهب النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالرجوع إليهما، لأن من أسباب ترابط هو بر الوالدين، وأيضا صلة الأرحام. صلة الأرحام من الجانبين، من جهة الأب ومن جهة الأم. وذكرنا حديث وهو أصل في هذا الباب، وهو من الحديث التي تدعو المسلم إلى صلة أرحامه: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. بالعكس، ذكرنا أن الإنسان إذا لم يصل رحمه كان عنده هذا عليه شؤم في حياته، وذكرنا أن الإنسان يعني إذا لم يصل رحمه من أسباب دخوله النار عدم صلة الرحم، ولذلك قال: لا يدخل الجنة قاطع رحم. قاطع رحم، والدخول هنا الدخول الابتدائي يعني، وكل شيء ذلك برحمة الله عز وجل، لكن هنا قال: لا يدخل الجنة قاطع رحم. أيضا الإحسان إلى الجيران وتجنب إذائهم، وهذه أمر يعني الجيران هم من يساكنوننا في الحي، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر من أسباب دخول الجنة أن الإنسان يعني يواسي جاره ويعمل له يعني أمور الطيبة، للنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، حتى أني ظننت أنه سيورثه. فلذلك من أسباب التقرب إلى الله عز وجل هو التعبد لله عز وجل
التعبد لله عز وجل بالإحسان إلى الجار. أيضا من الأمور التي فيها تقوية للروابط الاجتماعية ذكرنا إفشاء السلام. يعني إفشاء السلام يعني وهو النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنك تطعم الطعام وتقرئ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. فهذه الأمور التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم كلها مما تزيد الروابط الاجتماعية والتآلف. فلذلك على المسلم أن يحسن إلى جاره بإفشاء السلام وأيضا إطعام الطعام، ولهذا على المسلم أن يحتسب ما يقدمه إلى جيرانه. لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. ذكرنا أيضا توقير الكبار. توقير الكبار والعطف على الصغار هذا يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. أيضا هناك سلوكيات أخرى تقوي التآلف الاجتماعي وهو الدعاء للمسلمين، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، ويعني وهكذا المسلم يحرص على هذه الأمور التي فيها محبة للآخرين والدعاء لإخوانه المسلمين. فالخلق الحسن أثقل شيء في الميزان. أيضا ذكرنا من أسباب تقوية الروابط الاجتماعية دعوة الإسلام إلى الأخلاق الفاضلة عموما، منها الصدق. يا الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فالصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة، وهكذا حتى أن الرجل لا يصدق حتى يكون صديقا. أيضا من الأمور التي ينبغي للمسلم أن يحرص عليها وهو كذلك الحياء. الحياء هو خلق إسلامي وهو شعبة من شعب الإيمان، وضده الوقاحة والبذاء والكلام غير الطيب أو الأفعال غير الطيبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الحياء من الإيمان والإيمان من الجنة. أيضا البشاشة وطلاقة الوجه. البشاشة وطلاقة الوجه وهي الابتسامة، وهي من المعروف، يعني هو لا يكلفك شيئا ولكنه بإذن الله يحرص الإنسان على الكلام الطيب والابتسامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني كان بساما عليه الصلاة والسلام، يعني ليس ابتسام لا من باب صيغة المبالغة، وكان عليه الصلاة والسلام دائما صاحب ابتسامة. ولهذا يقول جرير بن عبد الله البجلي ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم في وجهي. أيضا ذكرنا من الأخلاق والفاضلة أنه النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان على طعام ما عاب عليه الصلاة والسلام طعاما قط، كان إذا اشتهى وأكله وإلا تركه. أخلاق أخرى دعا إليها الإسلام وأخلاق حذر منها ذكرناها، طيب الكلام والتواضع والأمانة والحلم والحلم والكرم والبذل والإحسان والإيثار ومواساة الآخرين وترك المراء والجدال والقناعة وغيره. وما نهى عنها السرقة، هذه تخيل الإنسان علم أنك تسرق منه أو أنك سرقت شيء منه، هذه ما تزيد الروابط الاجتماعية، تقطع الروابط الاجتماعية. كذلك الرشوة والخيانة والشح البخل والتجسس على الناس وسوء الظن وكثرة الحلف ونشر الشاعات واليأس من رحمة الله عز وجل. ثم بعد ذكرنا دعوة الإسلام إلى الحوار والجدال بالتي هي أحسن. يعني الإنسان لو جلس في مجلس وتحاور محاورة طيبة، فكل هذه من الأمور التي يعني تزيد الروابط الاجتماعية. أما إذا كان هناك صراخ وكلام بذيء فإنها يعني تفرق
وتضعف الروابط الاجتماعية. أيضا من أسباب تقوية الروابط الاجتماعية يعني ذكرنا تشريع الإسلام يعني لفريضة الزكاة، فالغني يواسي الفقير بماله ويحرص عليهم، والفقير يظن بمجتمعه خيرا لأن المجتمع لم يتركه على فقره وعلى ضعفه وعلى مرضه وعدم سداده للإيجارات وعدم العمل، فلذلك تجد الغني يواسي الفقير، وهذا شيء الله عز وجل شرعه لهذه الأمور. والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، هي طاعة لله عز وجل وتطهير المال، وأيضا تطهير النفس أو تطهير نفس الفقير من الحسد والتطلع إلى ما في أيدي الناس، حتى يعني لا يسرق هذا الفقير، لا يفعل أشياء غير طيبة. ولهذا الزكاة وسيلة من وسائل تقوية الروابط الاجتماعية. لذلك على المسلم أن يحرص وهو يعطي الأموال أن يكون محتسبا لله عز وجل. أيضا شرعت زكاة الفطر في آخر رمضان أيضا مواساة للفقير. وأيضا ذكرنا من الأمور تشريع النفقات الواجبة، وهو التي على الزوجة وهي واجبة، أيضا حتى لو أنها غير فقيرة لأنها واجبة بالاحتباس، هي الآن الله عز وجل يعني شرع لنا الزواج، فهي تتفرغ لشؤون زوجها وأولادها وبيئتها وأسرتها وتهيئة المناخ المناسب، فلذلك على الزوج أن يصرف على زوجته وأن يحتسب ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنك لا تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى اللقمة تضعها في في امرأتك. النفقة على الأقارب ذكرنا أيضا في محاضرات أنها يعني مواساة وأيضا فيها أجر، وقضى يعني النبي صلى الله عليه وسلم لزوجة أبي سفيان خذي من مال زوجك ما يكفيك وولدك بالمعروف. أيضا هناك صدقات تطوعية، صدقة النافلة المطلقة والصدقة الجارية، يعني إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ومنها صدقة جارية أو علم ينتفع بها أو ولد صالح، وهذا من فضل الله عز وجل علينا، يعني إذا مات ابن آدم ينقطع الأجر الذي يفعله. الآن تقتل سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر، سجل لك حسنة، بل أربع حسنات، وهي من أفضل الأعمال عند الله عز وجل. ولكن الإنسان إذا مات خلاص ما تسجل له حسنات، ولكن قد تسجل له حسنات إذا هو أوقف شيء لله عز وجل، أو شارك في وقف مثلا مسجد، حفر بئر، مشروع خيري وضع له، فهذا الوقف الذي يجري على هذا العمل الخيري يكون لك نصيب من الأجر. ولذلك على المسلم أن يحتسب هذه الأمور. فمن الأمور التي ينبغي للمسلم أن يحرص عليها المشاركة في الأعمال الخيرية الموثوقة المصرحة من وزارة الشؤون الإسلامية أو من وزارة الشؤون الاجتماعية. ولله الحمد الآن صار لهؤلاء الجمعيات الخيرية الموثوقة والمصرحة حسابات عن طريق البنوك، فباستطاعة المسلم أن يشارك في الأعمال الخيرية عن طريق التحويلات الموثوقة عن طريق البنوك، ويشارك مثلا بهذا بريال، هذا بخمسة، في هذا الوقف، هذا في كذا، فيكون له مشاركة في كثير من الأوقاف الإسلامية في المملكة العربية السعودية المصرحة. فلذلك على المسلم أن يشارك في الأعمال الطيبة، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ومنها صدقة جارية أو علم، أو يحرص على
نشر العلم، مثلا الذهاب إلى بعض الجمعيات الخيرية مثل مكاتب التوعية، الجاليات المصرحة من قبل وزارة الشؤون الإسلامية، فيساهم في نشر العلم عن طريق طباعة الكتيبات الدعوية. فلذلك على المسلم أن يحرص على نشر العلم، لأنه من باب إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، فلهذا على المسلم أن يحرص على ذلك. أيضا من أسباب الأمور التي تقوي، وذكرناها قبل قليل، دعوة الإسلام إلى الحوار والجدال بالتي هي أحسن. ننتقل الآن إلى صفحة 82 أو 83 في الكتاب، صفحة 83 في الكتاب. هناك مشكلات اجتماعية ذكرها في الفصل الخامس. المشكلة الأولى انحراف بعض الشباب، هذه المشكلة الأولى. والمشكلة الثانية انتشار وسائل الإعلام المضللة. سنتحدث عن المشكلة الأولى. لا تخلو حياة المسلمين من مشاكل. سننظر إلى تشخيصها وأسبابها وكيفية علاجها. أولها المشكلة الأولى انحراف بعض الشباب، والمشكلة الثانية التي سنتطرق إليها بإذن الله انتشار وسائل الإعلام المضللة. ثالثها ضعف صلة كثير من الشباب بعلماء الإسلام. رابعها فشول الفواحش الأخلاقية وبيان حكمها وحكم تحريمها والأخطار المترتبة عليها كالزنا واللواط والقذف والاختلاط، المخدرات، المسكرات. أيضا من أسباب المشكلات والاجتماعية وسبب الوقاية منها الرشوة وأثرها في إفساد العلاقات الاجتماعية. لذلك على المسلم أن يحرص على القراءة والاطلاع، فلأن الوقاية خير من العلاج. المشكلة الأولى انحراف بعض الشباب. يعني لا يخفى أن الشباب كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيسأل عن شبابه فيما أفناه وعن عمره، ولذلك الشاب الصالح هو مصدر قوة للمجتمعات. إذا كانوا فاسدين فإنهم سيكونوا سبب في فساد مجتمعاتهم. ولهذا من أهم أنواع انحراف الشباب ما يلي: الانحراف الفكري والانحراف السلوكي. الانحراف الفكري يعني من أهم أنواع وصور انحراف الشباب ما يلي: الانحراف الفكري والانحراف السلوكي. الانحراف الفكري يعني يعتنق بعض يعني الأفكار السيئة التي تهدم معالم الدين، كالعلمانية وهو فصل الدين عن الدولة، يعني فصل الدين عن الأمور الدنيوية، يقول المسجد في المسجد والعبادة في المسجد، ثم يخرج ويفعل مثلا الأشياء الغير طيبة ويقول هذا لله في المسجد، وخارجها يعني نعمل ما يعمله الناس سواء كفار مسلمين، سيء غير طيب، أمر به الإسلام لم يأمر به الإسلام فيعمل به. القومية وانتقاص أحكام الإسلام، هذه كلها من الأشياء يعني الفكرية المنحرفة وهي سيئة. ولهذا يشكك، قد يشكك في حضارة الإسلام ومقوماته، أو الفهم الخاطئ لمعنى القضاء والقدر، أو التشدد في الأخذ بتعاليم الدين. هذا ما قد نشأ لنا من بعض الأفكار السيئة
يعني بعض الناس الغير طيبين خارج المملكة مثلا أو التكفيريين، فيكون هناك تشدد وانحراف، فهذا يسبب في هدم الدين من داخله ومن خارجه. يشهد لهذا ما ورد وعندكم في صفحة 84 أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا أصلي بالليل ولا أنام. وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال ثالث: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. والحين هذا واحد قال: لا أصلي الليل، أنا أصلي الليل دائما، يعني بقوم من الساعة مثلا يصلون العشاء الساعة 7:30 مثلا أو 8 إلى الساعة 4 لا أنام، أصلي وأقرأ قرآن وأذكر الله وأسبح وأهلل. والثاني قال: أنا أصوم الدهر ولا أفطر، يعني كل السنة سأصومها إلا ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه كالعيدين. الثالث قال: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا، أنا ما أتزوج. فجاء إليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، اللي ما أصوم ولا أفطر، أتزوج ولا أتزوج، أقوم الليل ولا أنام، أما والله، هو النبي صلى الله عليه وسلم هذا قدوة عليه الصلاة والسلام، لقد كانتم في رسول الله أسوة حسنة، أما والله إني لا أخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر، يعني أيام أصومها وأيام أفطرها. قد يسرد النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأيام صوما، وقد يفطر كثير من الأيام، قد يصوم الاثنين ويصوم الخميس 3 أيام من كل شهر، وهكذا. وأصلي وأرقد، وأصلي وأرقد، يعني أقوم من الليل، نعم يعني أقوم من الليل. كان يسلم يقوم 11 ركعة، وورد عن بعض الصحابة أنه كان يقول يسلم 13 ركعة. وأتزوج النساء، عليه الصلاة والسلام كان تزوج عدد من النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذه قاعدة، يعني الانحراف الفكري الذي يعني حدث لبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم صححه النبي صلى الله عليه وسلم بالنظر إليه، انظروا إليه، زين أنا أخشاكم لله وأتقاكم، ما أقوم الليل كله، ما أصلي، ما أصوم كل السنة. استطاع النبي صلى الله عليه وسلم ببيانه أن يحقق الأمن الثقافي للمجتمع، يعني يحميه من الفكر والغلو. لماذا؟ لئلا يصير هؤلاء النفر قدوة لغيرهم، فلو النبي صلى الله عليه وسلم سكت عنهم فصاروا قدوة للآخرين، صار هناك انحراف، ولذلك قد هذا ولا يسببون يعني نفرة من الدين، هذول يقومون الليل كامل، هذول ما يتزوجون، هذول ما يفعلون، أنا ليش أدخل هذا الدين، هذا الدين فيه شدة ما أستطيع. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا أخشاكم لله وأتقاكم له، ومع ذلك تراني أقوم الليل وأرقد، يعني أقوم بعض الليل وأرقد، أصوم يعني وأفطر وأصلي وأرقد، وهكذا، وأتزوج النساء. لذلك هؤلاء قد يهدمون الإسلام من داخله وينفرون الناس منه، ولذلك ما في مثل سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. فمشكلة الشباب انحراف بعض الشباب، الانحراف الفكري، إذا ابتعدوا عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أمر الأول، يهدم الإسلام من داخله. قد يهدم الدين من خارجه إقبال بعض الشباب على الثقافات والأفكار غير الإسلامية مثل العلمانية وغيرها. وهنا دليل ذكره، قال عمر في صفحة 85: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: مررت بيهودي من يهودي قريظة فكتب لي جوامع من التوراة لأعرضها عليك، يعني كتب لي بعض الكتابات حتى أعرضها عليك. فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن ثابت: فقلت لعمر: ألا ترى إلى ما بوجه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال عمر: رضينا، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد الرسول صلى الله عليه وسلم. فسري عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: والذي نفسي بيده، لو أصبح موسى بين أظهركم
ما وسعه إلا أن يتبعني ولو تركتموني لضللتم. خلاص هذه قاعدة قواعد النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها، يعني ما لكم في الأشياء المحرفة من التوراة والإنجيل والاستشهاد بها والذهاب إليها عندكم. يقول لو موسى الآن خرج يعني ما استطيع يعني لا 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 كان يعني كانت تبعني، فأنتم الآن تتركوني وتذهبون تبحثون عن أشياء أخرى. وهذا يعني يدعونا إلى أن الإسلام لا يمنع من الابتكار والتجديد، يعني لا يفهم البعض أنه الانفتاح على الثقافات الأخرى. الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها، فحيث وجدها فهو أحق بها. وقل ربي زدني علما، ولكن لا نأخذ بعض الثقافات المحرفة ونأتي بها، مثلا تفوقوا مثلا في التكنولوجيا، تفوقوا في العلم الذري، تفوقوا هكذا نأخذ به. أما بعض الأشياء المحرفة الآن الإسلام يهدم ما كان قبله كما قرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالإسلام هو الحق وعلينا أن نأخذ به. فأهم المشكلات الاجتماعية وسبل الوقاية منها ذكرنا المشكلة الأولى انحراف بعض الشباب، انحراف بعض الشباب، وذكرنا الانحراف الفكري من صوره، وهناك انحراف سلوكي. ثانيا الانحراف السلوكي، لا يخفى يعني وجود بعض المظاهر الانحراف السلوكي عند بعض الناس في المعاملات المالية وفي الأخلاق، يعني تلقاهم يتعاملون بالربا مثلا، الأسهم الربوية، التبرج، الاختلاط، الاستهتار بالآخرين، يعني الآن حتى الاقتداء مثلا بأعيادهم وأعياد السنة الميلادية، الموضات ونحو ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا قاعدة: من تشبه بقوم فهو منهم. خلاص لا تشبههم بهم، أنتم لكم ميزة يا أهل الإسلام يا شباب الإسلام، لماذا لا نتشبه بهم؟ قد يسأل سؤال لماذا نتشبه بهم، هم ناس وبشر ومتقدمين. نقول لا، حتى نتجنب حبهم وموالاتهم وتقمص شخصيتهم ونحافظ على الشخصية المسلمة صبغة الله. صبغة الله يعني دين الله، ومن أحسن من الله صبغة، ومن أحسن من الله دين، يعني دين الله عز وجل من أحسن منه، ما في دين الإسلام ما في أحسن شيء منه، ونحن له عابدون. لا ينبغي يعني الخلط بين عبادات غير المسلمين وعاداتهم، عندهم عادات جيدة بعضها الابتكارات وذا، فنأخذها الاستفادة منها. ولهذا اقتراح سلمان الفارسي على النبي صلى الله عليه وسلم حفر الخندق، هل هذا تشبه مذموم ولا ممدوح؟ لا تشبه طيب، هذه من العادات ليس من الديانات. وقوله صلى الله عليه وسلم للنبي: كانت الفرس تصنع مثل هذا إذا حزبهم البأس. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: كانت الفرس تصنع مثل هذا إذا حزبهم البأس، يعني حزبهم الحرب. فقرر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاقتراح وأمر أصحابه بحفر الخندق. فخلاصة الأمر أن هناك مشكلات اجتماعية، وهي المشكلة الأولى عندنا انحراف بعض الشباب، ولا المجتمع فيه خير وشباب طيبين وبنات طيبات، وتجد بعضهم حفظ لكتاب الله عز وجل، وبعضهم عباد، وبعضهم لا تفوتهم الصلاة، وتجدهم بارين بوالديهم، وتجدهم قدوات لمجتمعاتهم، ولكن هناك بعض الشباب انحرفوا سواء فكريا أو سلوكيا، انحرافهم فكريا أو سلوكيا. وذكرنا أن الانحراف الفكري يعني النبي صلى الله عليه وسلم عالجه وقال: انظروا إلي اقتدوا بي، فإني أتزوج النساء وأيضا أصوم وأفطر وأقوم الليل وأرقد. ثم بعدها ذكر الانحراف الفكري لما عمر رضي الله عنه أتى ببعض الصحف من بني قريظة من اليهود، النبي صلى الله عليه وسلم تغير وجهه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما عمر لما رأى وجه النبي صلى الله عليه وسلم تغير: رضينا بالله ربا بإسلام دينا
محمد صلى الله عليه وسلم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تأخذوا منهم دياناتهم، هذه باطلة، والذي نفسي محمد بيده لو أصبح موسى بين أظهركم، لو أن موسى رجع الآن وجلس يعني وكان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لاتبع النبي صلى الله عليه وسلم. ولو تركتموني يعني تركتم الدين الإسلامي والذي أتى به محمد صلى الله عليه وسلم لضللتم. هل ذكرنا هل يعني هذا يمنع الابتكار والتجديد؟ لا، ولكن الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها أخذها. نأخذ من مثلا وسائل التعليم عندهم الجيدة، التكنولوجيا، فلذلك على المسلم يعني يأخذ الطيب ويترك مثلا الأشياء الدينية المحرفة عنده. أيضا الانحراف السلوكي ذكرنا مثلا المعاملات المالية، التبرج، الاختلاط، الموضات. النبي صلى الله عليه وسلم قال من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم. المشكلة الثانية التي ذكرها التي ذكرت انتشار وسائل الإعلام المضللة، انتشار وسائل الإعلام المضللة، يعني في صفحة 87 معنا يكاد يتفق الباحثون على أن الإعلام بمعناه الصحيح هو تزويد الناس بالمعلومات الصحيحة. يعني هل الإعلام فعلا الآن الحاصل هو يزود الناس بالمعلومات الصحيحة أو يضللهم؟ فالإعلام حقيقته أنه يعني يضلل كثير يعني من الناس ويلبس عليهم. وقد تعددت يعني وسائل الإعلام المعاصرة من مقروءة ومسموعة ومرئية مثل الإنترنت، قنوات التلفزيون، تجدها سهلة وجذابة وتتغير ويستطيع يغيرها بالريموت. يعني ولا يخفى أن النسبة العظمى من هذه الوسائل بما هي عليها الآن تقوم بعملية غسل المخ ويتبعد الناس، كلها رقص وأغاني وغيرها في كثير منها. فتجد مثلا تدمر أخلاقهم تحت ستار حرية الرأي، البحث العلمي، النقاش، الغمز واللمز والغيبة والتكشف والاختلاط والمسلسلات والرقص الفاضح، زرع الرذيلة. هنا دراسة ذكرها في صفحة 88 وقد أجرى الدكتور محي الدين عبد الحليم دراسة جادة بحث فيها الأثار السلبية للتلفزيون على مجموعات من الشباب في 6 جامعات مصرية، تبين يعني 6 مجموعات من الشباب في 6 جامعات، فتبين له أن كفة السلبيات رجحت على كفة الإيجابيات. يعني هو سوى بحث عن الآثار السلبية للتلفزيون، هل له آثار إيجابية ولا آثار سلبية؟ فذكر الدكتور بعد بحثه في 6 جامعات وقال أن كفة السلبيات رجحت على كفة الإيجابيات، وأن كثيرا من التمثيليات لا تقدم ما يفيد، وأنها تحطم قيم المجتمع الدينية وأخلاقه الفاضلة، بل تساعد على الانحراف وتدفع إلى الرذيلة، تقتل الوقت. كل هذه من الأشياء التي ذكرها في الدراسة، أن التمثيليات لا تقدم ما يفيد. الآن تتابع 30 مسلسل، هل تقدم لك شيء طيب مثلا؟ أو قصص كلها حب وفيها من الرقص وفيها من الغمز واللمز وتغيير وتحريف للتاريخ الإسلامي المجيد. فلذلك هو يقتل الوقت، يقول تعال نضيع وقت. المسلم سيسعى عن وقته وماذا فعل فيه؟ وهل المسلم الآن خلق لمتابعة المسلسلات أو متابعة أو لعبادة الله عز وجل؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فهم الآن بهذه المسلسلات يضيعون الأوقات، بل يدعون المجتمع إلى الانحراف. ولا تتناول القضية بتناول صحيح بالاتيان بعلماء المسلمين و كيف هدي النبي صلى الله عليه وسلم في حل مثل هذه المشكلات. لا، يأتون برؤية المخرج أو رؤية مثلا المؤلف.
فلذلك على المسلم أن يقف مع نفسه وقفة محاسبة، هل هذه مفيدة أو غير مفيدة، ويجعل لوقته. ولذلك كثير من الشباب يعني يشتكون من يعني من قلة البركة في الأوقات. طيب أنت تضيع الأوقات الآن، فلو يعني لو تركت هذه الأشياء وتوجهت إلى الله عز وجل وحفظت بعض الأشياء المفيدة لتغيرت حياتك. دراسة أخرى أجراها الدكتور عبد الرحمن العيسوي على مجموعات من الشباب اللبناني أظهرت النتائج أن الغالبية من هذه العينات وهي 72 يعتبرون أن ضرر التلفزيون أكثر من نفعه. مناظر مثيرة تشجع المعاكسة بين الجنسين، طلب اللذة المبتذلة، تحث على العنف والجريمة، تهدم الأخلاق. طيب هنا المشكلة الثانية، تكلمنا عن المشكلة الأولى انحراف بعض الشباب، المشكلة الثانية انتشار وسائل الإعلام المضللة، وذكرنا تأثير وسائل الإعلام على المجتمع. فما يجب على المسلم تجاه وسائل الإعلام المضللة، سواء في الإنترنت، في تويتر، إنستغرام وغيرها من الأشياء؟ أولها المراقبة، أن نراقب الله عز وجل في السر والعلن، وأن الله عز وجل يرانا، وأن نجدد دائما إيماننا، وأن نحرص على التوبة الإنسان لو فرط. ولذلك يا الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. يستخفون من الناس، يعني الإنسان يذهب إلى غرفة، إلى شقة، إلى كذا إلى كذا، لفعل فاحشة أو فعل معصية، أو مثلا في بيته أو بعد والديه أو عن زوجته أو زوجة عنه، أنه يبتعدون عنهم، يستخفون من الناس، ما يبون الناس يشوفونه في هذا وقت المعصية. ولا يستخفون من الله وهو معهم، يعني الله مطلع علينا بعلمه سبحانه وتعالى، وهو يستخفون من الناس وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. والله عز وجل يراني، الله ناظري. لذلك المسلم أن يحرص على تجديد هذه المعاني دائما، يعني حتى نعالج هذه المشكلة وهي انحراف بعض الشباب سواء الأخلاقي، أننا أن نجدد معنى المراقبة في نفوسنا أو في نفوس أبنائنا أو في نفوس زوجاتنا أو نفوس أزواجنا وتلاميذنا وطلابنا. لماذا؟ حتى نحذر من الانحراف والفساد. أولها للعلاج مراقبة الله تعالى في السر والعلن. الأمر الثاني تنظيم الأوقات في مشاهدة وسائل الإعلام. مو بكل وقت تفتح التلفزيون. إذا طيب متى القراءة؟ متى تذاكر؟ متى تجتمع؟ متى تصل رحمك؟ متى تبر بوالديك؟ متى تقوم تصلي؟ فتجده إنسان بارع مطلع على جميع مثلا أوقات المباريات، مطلع على جميع المسلسلات الأمريكية، وهكذا تجده مثلا يعرف. طيب متى تقرأ؟ متى تحفظ؟ متى تكون نافع لأمتك؟ لا بد أنك تنظم وقتك في مشاهدة وسائل الإعلام، لا وتبحث عن بعض البرامج النافعة والمفيدة والتي تنميك فكريا وتزيدك من العلم، فتجتهد عليها. الأمر الأول مراقبة الله، تنظيم الأوقات مشاهدة وسائل الإعلام. ثالثها ملء أوقات الفراغ بالأعمال والهوايات المفيدة، يعني وضع مخطط جدول، أني أقرأ في اليوم 100 صفحة، 200 صفحة، أقرأ في كتابين في الشهر، الكتاب عبارة عن 200 صفحة، يعني 400 ورقة أقرأها في الشهر، يكون لك وقت للقراءة، أقرأ من القرآن 3 أجزاء، جزئين جزء، أتصل بقريب، أتصل بصديق، أحضر محاضرتين ندوات في السنة 2 أو 3، أشارك في يعني في أنشطة اجتماعية هادفة أو هكذا. هذه من العلاجات. أيضا من العلاجات عدم السكوت على هذه
القنوات والمواقع والمشاهد يعني الإنسان يكون له دور في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني حتى أن يناقش زملائي وأبنائي وإخواني ومن له حق يعني علي. لماذا حتى أجلي المواقف وأذكر بعض يعني الإحصائيات التي ذكرناها وكيف يعني نعالجها؟ إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. المسلم عليه أن يحرص دائما على مراقبة الله عز وجل مثل ما ذكرنا، تنظيم الوقت، ملء أوقات الفراغ، عدم السكوت على المواقع والمشاهد والمواقف المنحرفة والمضلة، بل يناقش الواحد أفكارها ويبين أخطارها. أيضا من المشكلات التي يعني ذكرت وكيفية علاجها، الآن ذكرنا المشكلة الأولى هي انحراف بعض الشباب، وذكرنا من أهم أنواع انحراف الشباب ما يلي: انحراف الفكري والانحراف السلوكي، وذكرنا كيفية معالجته وكيف عالجه النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف وضع لنا قواعد: من تشبه بقوم فهو منهم، وكيف النبي صلى الله عليه وسلم هو قدوة عملية عليه الصلاة والسلام. أيضا المشكلة الثانية انتشار وسائل الإعلام المضللة والفاسدة والتي تملأ أوقات الفراغ بالشيء الغير طيب. وأيضا من الأمور التي ذكرناها العلاج لذلك. المشكلة الثالثة ضعف صلة كثير من الشباب بعلماء الإسلام، من أخطر المشكلات الاجتماعية أثرا ابتعاد كثير من الشباب عن علماء الدين وضعف الصلة بمجالسهم. فالواقع أن بعض الشباب يظنون أنهم يستطيعون أن يكونوا مشاعر إيمانية وأخلاق دينية وثقافة إسلامية كافية من الكتب التي تقع بين أيديهم أو من وسائل الإعلام. هذه مشكلة، الابتعاد عن أهل الدين وأهل العلم، يعني فضعف الصلة كثير من الشباب بعلماء الإسلام الربانيين الذين تربوا على صغار العلم قبل كبارها، وكان لهم دور في نشر الدين والعلم وقراءة كثير من العلم الكتب والالتقاء بالعلماء من داخل المملكة وخارجها، وكلهم فكر طيب وناس يعني اجتهدوا على أنفسهم. فيأتي بعض الشباب يقول هذا غير مواكب للعصر وغير كذا، وهذا غير مطلع على الواقع، فتجده يقرأ بعض الكتب وتكون له ثقافة ضحلة لا يستطيع مجاراة الواقع ولا يعني ربط هذه الكتب بالواقع وبالدين، فتجدهم يكونون مشاعر إيمانية من عندهم وأخلاق دينية وثقافة إسلامية ضحلة، أو من وسيلة إعلامية تنشر لهم باطل. فالواقع أن علماء الأمة الربانيين هم منارات الهدى في أي مجتمع، الله أعطاهم العلم، ولذلك قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. هنا في صفحة 90 قال إن العلماء الربانيين هم ورثة الأنبياء. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وعن ابن عباس قال قيل رسول الله أي جلسائنا خير؟ قال من ذكركم الله رؤيته وزادكم في عملكم منطقه وذكركم بالآخرة عمله. يعني تجدهم إذا شفتم قلت لا إله إلا الله سبحت وذكرك بالله عز وجل، وإذا شفت عمله اجتهدت لأنه هو قدوة عملية ويذكرك بالآخرة وهكذا. لذلك على الشباب أن يوثقوا صلتهم بعلمائهم العلماء الربانيين المخلصين، يكثرون من زيارتهم، يستمعون إلى دروسهم، يلتقون بهم، يحضرون محاضراتهم، يتعلمون منهم، يعرضون مشكلاتهم عليهم واستشاراتهم،
والاستماع إلى آرائهم وتوجيهاتهم هي من أهم أسباب الحصانة من الانحراف الفكري والسلوكي، ولذلك من أبرز عوامل الارتقاء بالأمة. وقال الشعبي رحمه الله: صلى زيد بن ثابت على جنازة فقربت إليه بغلته ليركبها، فجاء ابن عباس فأخذ بركابه، فقال زيد: خلي عنك يا ابن عمي رسول الله. فقال ابن عباس: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. يعني هو ابن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، مع ذلك يعني زيد بن ثابت من كتاب الوحي وجمع القرآن وركب الدابة والبغلة وقربت إليه البغلة ليركبها، فجاء ابن عباس فأخذ بركابه، فقال زيد: خلي عنك يا ابن عمي رسول الله. فجاء ابن عباس فأخذ بركابه، فقال زيد: خلي عنك يا ابن عمي رسول الله. فقال: هكذا أمرنا، هذا قدوات عملية، أن نفعل بعلمائنا. فقبل زيد رضي الله عنه يده وقال: هكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت نبينا صلى الله عليه وسلم. شوف كيف الأدب والاحترام والتقدير. الآن ابن عباس يأخذ بركاب دابة زيد رضي الله عنهم وقال: دعها عنك. فقال: هكذا أمرنا نفعل بعلمانا. فما فعل زيد إلا أخذ يد ابن عباس وقبلها وقال: هكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت نبينا صلى الله عليه وسلم. هكذا المسلم يعني يقتدي بهؤلاء، هؤلاء العلماء، وينظر إلى أعمالهم وكيفية معاملتهم وكيفية النظر في كثير من الأمور ورؤيتهم للواقع. أيضا من سبل الوقاية من المشكلات السابقة وعلاجها، فضلا عما تقدم يعني من سبل الوقاية التي ذكرناها، هنا انظر لصفحة 92. يعني أول هذه الأمور، يعني هذه سبل الوقاية من المشكلات يعني السابقة. المشكلات ذكرنا ثلاث مشكلات الآن: الانحراف، انحراف بعض الشباب، وذكرنا الأمر الثاني انتشار وسائل الإعلام، ثالثها ضعف صلة كثير من الشباب بعلماء الإسلام. الآن كيفية التغلب على المشكلات الثلاث السابقة، كيف نتغلب على المشكلات الثلاث السابقة، كيف نعالج هذه المشكلات؟ موجود الإجابة في صفحة 92 وصفحة 93. أولها تحصين الشباب بالثقافة الإسلامية الواعية، وذلك من خلال الاهتمام بالرعاية الأسرية والبرامج الإعلامية الدينية. أن نشارك، إذا رجل يعني أو طالب علم أو يعني شاب جيد في وسائل الإعلام، يشارك ببعض البرامج الطيبة النافعة، وإذا كان له مثلا الآن اليوتيوب أيضا يعتبر من وسائل الإعلامية اللي يطلع عليها آلاف مؤلف، بل مئات الآلاف من الشباب يطلع على هذه البرامج. ولهذا المشاركة ورعاية هذه البرامج ونشر الثقافة الإسلامية وربط الشباب بالمساجد وتعريفهم بالأحكام الشرعية وبيان خطورة هذه المشكلات الثلاث، بإذن الله نحصن الشباب بالثقافة الإسلامية الواعية. قل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. الأمر الثاني الإكثار من ذكر القصص والنماذج والمواقف التاريخية لرجال شباب كانوا في موضع القدوة الصالحة. قد قيل أن الحكايات جند من جنود الله يثبت بها قلوب أوليائه،
وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. القصص مثل ما ذكر هو جند من جنود الله عز وجل، جنود من جنود الله يثبت الله عز وجل بها قلوب أولياء. لهذا على المسلم أن يأخذ بعض القصص الواقعية والنماذج والمواقف الإسلامية النافعة. للرجال كانوا في موضع القدوة الصالحة، أن ننشر بعض القدوات الجيدة ننشرهم، يعني يعني لو تولاها بعض الناس ويذكر بعض القدوات وبعض مواقفهم عن طريق اليوتيوب أو في التلفزيون أو في الفضائيات أو عن طريق الصحف السيارة وغيرها، نجد أنهم ننشر قدوات إسلامية. يعني لو سأل عن بعض البرامج أنا نظرت إليها سجد يسأل عن 10 من المغنين يجاوب 7-8 أسماء، أو يسأل عن مغني وعدد أغاني تجده حافظها، لو سئل عن 5 من الصحابة لا يعرفهم. فلذلك علينا أن نكثر من ذكر القصص والنماذج والمواقف النافعة. أيضا هذه من العلاج ذكرناها، تحصين الشباب بالثقافات الإسلامية النافعة أيضا من الأمور النافعة ذكر القصص، وكذلك من الأمور الطيبة حث الشباب والفتيات على الزواج المبكر، حث الشباب والفتيات على الزواج المبكر، وهذا من التحصين لهم أن نقلل المهور نفقات الأعراس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. أيضا يعني من الأشياء الطيبة عدم التهاون مع النساء المتبرجات ومنع الخلوة والمحادثات الفاتنة معهم، يعني الاختلاط المحرم في المجالس والمنتديات، كل ذلك يدعو يعني الأمور المحرمة. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، هذا يعني أمر، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهم. التغلب على المشكلات الثلاثة السابقة ذكرنا أولها تحصيل الشباب بالثقافات الإسلامية الواعية، أكثر من ذكر القصص والنماذج والمواقف التاريخية لرجال وشباب ونساء كانوا في موضع القدوة الصالحة، حث الشباب والفتيات على الزواج المبكر. كل هذه من الأمور يعني اللي أيضا عدم التهاون مع المتبرجات ومنع الخلوة والمحادثات الفاتنة، أيضا الاختلاط المحرم في المنتديات، حتى المنتديات في الإنترنت يعني مثلا الاتصال وكذلك نشر بعض الصور المحرمة، هذه كلها يعني تسبب يعني مشاكل وانحرافات لبعض الشباب. الأمر الخامس إنزال العقوبة الشرعية بالمفسدين والمجرمين، إذا فعل فاحشة أو فعل منكر لا بد من القصاص، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، حياة المجتمع. فلذلك على المسلم أن يحرص وكذلك الدولة على إنزال عقوبة الشرعية بالمفسدين والمحرفين والمجرمين. هذه علاجات والتغلب نتغلب على المشكلات الثلاثة السابقة، وهي المشكلة الأولى انحراف الشباب بعض الشباب، انتشار وسائل الإعلام المضللة، وذكرنا يعني المشكلة الثالثة ضعف كثير من الشباب بعلماء
الإسلام. المشكلة الرابعة الاجتماعية فشو يعني الفواحش كالزنا واللواط وكذلك الاختلاط والقذف. من هذه الفواحش ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساسة، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. تعريف الزنا وطئ المكلف المختار امرأة مشتهاة في القبل بلا شبهة، حكمه حرام. والله عز وجل يقول ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ويقول عليه الصلاة والسلام من أشراط الساعة يرفع العلم ويظهر الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. وقال عليه الصلاة والسلام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. الإجماع أيضا على تحريم هذا الزنا، الحكمة؟ طيب قد يسأل سائل ما الحكمة من تحريم الزنا؟ أول يعني ظهور المفاسد والأضرار على المجتمع، ولهذا الإسلام حرم الزنا. في صفحة 94 ذكر أن الزنا يسبب أمراضا فتاكة، الزنا يسبب أمراضا فتاكة كالإيدز والسيلان والزهري وغيرها، كما أنه سبب في العذاب الأليم يوم القيامة لأنه من الكبائر، لأنه من الكبائر. ولذلك الزنا محرم. وأيضا الزنا يفسد المجتمع ويقطع العلاقة بين الزوجين، يسبب ضياع النسب، يسبب ضياع النسب. أيضا الزنا وإن أشبع رغباته الجنسية إلا أنه لا يشبع رغباته الروحية والنفسية التي هي مقاصد الزواج، التي هي من مقاصد الزواج. الله عز وجل يقول ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك الآيات لقوم يتفكرون. الزنا يكون سببا في العزوف عن الزواج الشرعي، الزنا يسبب يعني العزوف عن الزواج الشرعي، وهو عملية حيوانية مؤقتة يمجها الطبع السليم. فلو نذهب مرة أخرى ونعيد بعض الأشياء التي ذكرت، الزنا هذه المشكلة الرابعة من فشو الأخلاق الأخلاقية، فشو الفواحش الأخلاقية كالزنا، منها الزنا، والله عز وجل حرم الزنا، بل هو من كبائر الذنوب. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. وقال الله عز وجل والذين هم لفروجهم حافظون، والذين هم لفروجهم حافظون، يعني هو فساد كبير وشر مستطير، يعني له أضرار كبيرة، يعني قلة الدين، ذهاب الورع، فساد المروءة، قلة الغيرة ووأد الفضيلة، يقتل الحياء، يعني أيضا يسبب سواد في الوجه والظلمة، يعلوه من الكآبة والمقت الذي يبدو للناظرين، يظلم القلب ويطمس نوره، وأيضا يسقط من عين ربه وأعين عباده، وأيضا يسقط صاحبه اسم العفيف، خاص من العفة وهو يزني ويفعل الفواحش، يعاقب بوحشة في قلبه. هذه كلها من أضرار الزنا والفواحش. أيضا
الزاني يعرض نفسه لفوات الاستمتاع بالحور العين في المساكن الطيبة في جنات عدن، في جنات عدن جزاء وفاقا. أيضا الزنا له أضرار جسيمة على صحته وعلى يعني مجتمعه، فلذلك أضرار حتى تنسحب على أمته، فهو قد يسبب الزنا سبب لدمار الأمة. قال ابن مسعود: ما ظهر الربا والزنا في قرية إلا أذن الله بإهلاكها. يعني حتى الزنا يعني يسبب هلاك للأمة. أيضا الزنا يؤدي إلى إيقاع العداوة والبغضاء بين الناس. سبحان الله، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فالزنا كل ذلك يسببه، يضع الناس في حرج. أيضا يؤدي إلى اختلاط الأنساب، ولعل ولد الزنا يتزوج أخته وهو لا يدري، يؤدي إلى توريث من لا يستحق، يظن يعني إذا مات الميت ويظن أن هذا ابنه وهو ليس بابنه بس هو ولد الزنا. فلذلك حد الزاني البكر يجلد 100 ويغرب عام، أما المحصن الذي سبق له الزواج فحكمه الرجم. الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. أسباب الزنا هو النظر إلى الأجنبيات غير يعني محرم من محارمك، والنظر إلى المسلسلات والتبرج والسفور، وعلاجه كل ذلك غض البصر. والتبرج والسفور علاجه الحجاب الغطاء وغض، يعني كما قال الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. أيضا من أسباب الزنا الخلوة بالأجنبية، الاختلاط، علاجه المنع من ذلك، عدم الخلوة بالأجنبية، الغناء، الاختلاط والعلاج المنع من ذلك أيضا، غلاء المهور وعلاجه تخفيف المهر، وإن جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. علاج الزاني أو عقوبة الزاني في الآخرة كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: فانطلقنا، يعني في حديث المنام، فانطلقنا فأتينا على مثل التنور، تنور مثل الحين الخباز الآن المخبز فيه تنور، أعلاه ضيق وأسفله واسع. واسع ليش؟ حتى يوضع الخبز داخل هذا التنور. فانطلقنا فأتينا على مثل التنور أعلاه ضيق وأسفله واسع فيه لغط وأصوات، فاطلعنا فيه فإذا هم رجال ونساء عراه، فإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم فإذا أتاهم اللهب ضوضوا، يعني صاحوا من شدة حر. فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الزنا والزوان، نسأل الله العافية. يعني يأتيهم هم في تنور وهم داخل هذا التنور كبير أعلاه ضيق وداخله واسع، وإذا جاءهم وجيهم لهب نار، يعني فإذا جاءهم هذا النار ضوضوا، يعني صار لهم صياح. فنسأل الله السلامة والعافية هؤلاء الزناة والزواني. حتى الحيوانات تقيم الحدود. فعن عمرو بن ميمون قال: رأيت في الجاهلية قردة، اجتمع قردة يعني قرود اجتمع على قردة قد زنت فرجموها فرجمتها معهم. هذه يعني عمر بن ميمون يذكر. وهل للزاني توبة؟ نعم، الكف عن الذنب، يترك هذا الذنب، يندم على فعله، يعزم على عدم العودة إليه، وهذا عليه أن يتوب إلى الله عز وجل بالتوبة النصوحة. والله عز وجل يقول: قل يا عبادي الذين آمنوا، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم
لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إن الله يغفر الذنوب جميعا. أيضا يعني ذكرنا الآن أهم المشكلات والاجتماعية وسبب الوقاية، فشو الفواحش الأخلاقية، وذكرنا من أعظمها يعني الزنا، وذكرنا تعريف الزنا، وذكرنا حكم الزنا والأدلة على ذلك، وذكرنا الحكمة من تحريم الزنا، وذكرنا بعض الأمور التي واردة في الوعيد عليها وأضرارها النفسية والاجتماعية على الفرد، وقد تنسحب على الأمة. ذكرنا أيضا يعني من الأمور التي تذكر أنه قد يؤدي إلى توريث من لا يرث، توريث من لا يرث، فهو أو تزويج من لا يعني أناس هم أخوة، ولكن هؤلاء يعني من ولد الزنا، فتسبب مشاكل. لذلك الله عز وجل حرم الزنا، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقال عليه الصلاة والسلام من أشراط الساعة أن يرفع العلم، يرفع العلم ويظهر ويظهر الجهل. وقال عليه الصلاة والسلام ويشرب الخمر ويظهر الزنا، ويظهر الزنا. هذا من أشراط الساعة، يعني من علامات الساعة أن يرفع العلم. يعني صحيح أن العلم الحين منتشر عندنا، والكتب والإنترنت وجوجل وغيرها، ولكن سبحان الله تجد العلماء الربانيين قلوا، والعلماء قلوا، ينزع من صدور الناس، مع أنه متوفر من أول، كان قليل غير متوفر، وذلك تجد الحفاظ والعلماء، ولكن من أشراط الساعة الآن أن يرفع العلم، وتجد ويظهر الجهل. ليس الجهل يعني الجهل بالدين، وتجد الناس قراءة واطلاع، وتلقى أمورهم يعلمون ظاهرة من حياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ويشرب الخمر، يسمى باسمها مشروبات روحية، ويكثر تجد، ويظهر الزنا، ويظهر الزنا، تنتشر هذه الجرائم المحرمة. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. أيضا من الأشياء التي يعني مشكلات الاجتماعية، وهي فشو الفواحش الأخلاقية، اللواط، وهو يعني مشكلة يعني محرمة ذكرها المؤلف صفحة 95، وهو اتيان الذكر الذكر في دبره، والفعل منسوب إلى قوم لوط. اتيان الذكر الذكر في دبره، والفعل منسوب إلى قوم لوط، يعني فعل قذرة، انحراف عن الفطرة، شذوذ في السلوك، قد فعله قوم لوط فعاقبهم الله عز وجل عقابا شديدا. يعني لذلك الله عز وجل حرمه، وهو من كبائر الذنوب. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها أحد من العالمين، إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجدتموه يعمل وعمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. والأمة أجمعت على تحريمه، الحكمة من تحريم اللواط. هذا صفحة 96، الحكمة من تحريم اللواط أكبر الفواحش، يعني يسبب فساد الدين والخلق والفطرة بل الحياة نفسها. لذلك كان عقاب مرتكبيها مناسبا لبشاعة فعلهم. خسف الله بهم الأرض قوم لوط، أمطر عليهم الحجارة، فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة
من سجيل منضود، نسأل الله السلامة والعافية، مسومة، كل واحد مكتوب عليه عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. فما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. من الأخطار والأضرار المترتبة على فعل قوم لوط المقت، وهو أشد من الغضب، مقت الله سبحانه وتعالى ولعنته، ثم مقت الناس وازدراءهم لمن يفعل مثل هذا الفعل. يسبب هذا الفعل انصراف الرجل عن المرأة، يعني وقد يعجز أيضا عن أحيانا عن مباشرتها، ستعطل الوظيفة التي خلق الله عز وجل ذلك. يعني قال وقد علمت ما لنا في بناتك من علم من حق وإنك لتعلم ما نريد. مقت الله ولعنته قد يسبب انصراف الرجل عن المرأة، يسبب لفاعله أمراضا فتاكة، ذكر منها الحمى، الإيدز، تهتك أنسجة المستقيم، ارتخاء عضلاته. هو يعني اللواط لوثة أخلاقية، يعني ومرض نفسي يسبب فساد للطباع. فصاحبه لا يميز بين الفضيلة والرذيلة، يكون ميت الضمير، لا يتحرج من ارتكاب الجرائم والاعتداء على الأعراض، اختطاف الضحايا وإن كانوا صغارا. هذه كلها من أسباب يعني تحريم اللواط. الآن ذكرنا ثلاث مشاكل: انحراف الشباب، ضعف صلتهم بعلمائهم، وأيضا ذكرنا من المشكلات انتشار وسائل الإعلام المضللة، والمشكلة الرابعة الفواحش الأخلاقية، وذكرنا من الفواحش الزنا، وثم عرفنا بعد عرفناه وذكرنا الأدلة والحكمة من تحريمه. الأمر الرابع أو الأمر غير الزنا ذكرنا اللواط وعرفناه، وهو تيان ذكر الذكر في دبره، وذكرنا أنها فعلة قادرة وانحراف عن الفطرة. ولوطا إذ قال لقومه تأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين وإنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من وجدتموه يعمل قوم لوط اقتلوا الفاعل والمفعول به. أجمعت الأمة على تحريمه. الأمر الثالث يعني القذف، في صفحة 97 هو رمي الغير ذكرا كان أو أنثى بالزنا، رمي الغير بالزنا أو حال رفض النسب مما يوجب الحد. الله عز وجل يقول إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة لهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. وقال عليه الصلاة والسلام اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله. كما أجمع العلماء على تحريم القذف وعدوه من الكبائر. وأيضا بشاعة هذه الجرائم التي رمي بها الشخص سواء اللواط أو الزنا، ولذلك حتى تحمل أعراض
وتصان عن التهم والطعون، المحافظة على سمعة الإنسان وصيانة كرامته، يعني حتى يمنع ضعاف النفوس من إشاعة الفاحشة في الأبرياء الغافلين، ومحافظة على مشاعر أفراد الأسر عموما والعمل على تماسكها، وبالتالي تماسك أفراد المجتمع. العقوبة والمخاطر المترتبة على القذف، إذا كان رمى بدون دليل يجلد القاذف 80 جلدة ويوصف بالفاسق ولا تقبل شهادته، هذا عقوبة والمخاطر المترتبة على القذف، أنه يجلد 80 جلدة إذا لم يأتي بالدليل ويوصف بالفسق وعدم قبول الشهادة. المخاطر أن القذف يؤدي إلى لحوق العار والمعرة بالمقذوف والمقذوفة وقاربهما، يؤدي إلى التشكيك في نسب الأولاد، يسبب في تفكيك الأسر، كما يؤدي إلى الحقاد والعداوة بين أفراد الأسرة، وأحيانا المشاجرات وسفك الدماء. لهذا محرم القذف، يعني نكتفي بما ذكرناه، وسنواصل معكم بإذن الله في المحاضرة القادمة. أسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم إلى قول الحق وفعل الحق، ويجنبنا قول الباطل وفعل الباطل، ويجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ويرزقنا وإياكم الاستقامة على الدين، ويرزقنا وإياكم دخول الفردوس الأعلى من غير حساب ولا عذاب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.